دكتور ماجد طمان، هنتكلم في الموضوع بتاع النهاردة عن الليفوثيروكسين induced liver injury. يعني بعض العيانين لما بياخد حبوب دواء الالتروكسين والإيوثيروكس اللي هم دواء الغدة الدرقية، الاسم العلمي بتاعهم ليفوثيروكسين، أو في أمريكا سنترويد، وفي a lot of forms يعني. عموما الدواء ده نادرا ما بيعمل ليفر انجري، بس الدكتور has to know about it، الاندوكرينولوجيست أو دكتور الباطنة. دي في الحالة دي حالة جميلة يعني، الصراحة قدموها كويس قوي. إن جالهم عيان 34 سنة من العراق، واحدة ست، كانت شالت الغدة الدرقية لورم حميد، وابتدت على دواء الغدة 3-4 أيام بعد العملية 50 مايكروغرام يوميا، وبعدين راحت 10 أيام بعد ما ابتدت الدواء للمستشفى، أعراض أسبوع من أول ما ابتدت الدواء يعني، أو كم يوم بعديه feeling a upper abdominal pain in anorexia nausea low grade fever and fatigue، يعني وجع في الأعلى البطن مع غمة نفس، ملهاش نفس تاكل، وفي نفس الوقت إحساس بالترجيع وفاتيك. دي أعراض، دي الفيج سيمتومز دي ممكن تحصل في كذا حاجة، منهم الليفر ديزيز. يعني ناخد بالنا الليفر ديزيز غالبا ألامه مش جامدة يعني، مش إيه، مش دراماتيك، يجي كده فيك كده سيمتومز تبقى فيك يعني، ساعة الدكتور بس يحس إن العيان يمكن أكل حاجة مش قوي، أو اللي عنده شوية اكتئاب بسيط أو whatever يعني، ما بيفكرش فيها إنها أعراض قوية قوي، لكن في الحقيقة بتبقى أعراض هامة يعني، بداية إيه مرض هام، وخصوصا بقى لو قدرت تبص في عينه ولقيت جوندس أو صفرة. المهم في العيان ده عملوا التحاليل بتاعتهم، لقى الإنزيمات عالية بتاعت الكبد في التلتميات، 372 في الاي اس تي، والاي اللي تي 549. زي اكسكلود ليفر ديزيز، عملوا بقى التحاليل، العين طبعا ما بتشربش كحول، ما لقوش عندها الفيروسات بتاعت الكبد، سي او بي او اي او سي ام في اي جي ام او ابشتاين فيروس اي جي ام، او الاي ان اي، ولا الانتي سموث ماسل انتي بودي، او الانتي ليفر كيدني ماكروزوم طيب 1 انتي بودي، سيروم سيريولوبلازمين، كل الحاجات دي طلعت ايه في النورمال. والانزيمات عاليه بالمنظر ده، وحصلت بعد ابتداء الدواء، والانستيزيا اللي كانت بتاخدها اثناء العمليه كانت هالويثان، فكل الكل ده يمشي مع انها تكون التهاب في الكبد نتيجه الليفوثيروكسين. صحيح نادرة، أنا شخصيا ما شفتهاش وأنا إندوكرينولوجيست يعني أو دكتور غدد، يبقى فعلا نادرة، هو مالوش النسبة قد إيه، لكن المهم اللي عجبني في الحالة إن هما لما وقفوا الدواء اتحسنت قوي، الإنزيمات بقت نورمال، بقت كل حاجة كويسة يعني، أثبتوا لنا درجة كبيرة إن هو غالبا الدواء. الست دي ما صدقتهمش قوي، ما تفهمش ليه، راحت للدكتور تاني خارجي، الظهر قال لها ايه ده كلام فارغ، انا عمري ما شفت حاجة زي دي، زي انا ما شفتهاش، بس ما كنتش برضك حقاوح الصراحة، لان يعني غالبا الناس دي خدت القرار صح. المهم اللي حصل ان هو حطها على دوز اقل شوية، وقال لها تجي له مثلا بعد كم اسبوع ولا حاجة، لقت نفس الاعراض جت لها تاني، راحت للمستشفى لنفس الدكاتره اللي قالوا لها عندك التهاب الكبد ده من الدواء، مصدقاهم المره دي، لان ابتدت الدواء خدته تاني وابتدى يحصل نفس المشاكل. ف
فطبعا دي يقول عليها الري تشالنج. طبعا احنا ما بنعملهاش عشان نشوف العيان عنده ولا لا، يعني مش ايثيكال، يعني العيان يزعل ان انت تديله دواء يمكن يضره علشان تاكد ان هو فعلا هو السبب في ضرر الكبد. اعتقد الري تشالنج غالبا معظم الدكاتره مش هيعملوه، هو الراجل اللي عمله يمكن علشان، يعني انا شايف ان هو ليه وجهة نظر ان نادر قوي ان الدواء ده يعمل كده. بس انا اعتقد ان انا احترم الايه زمايلي بدل وصلوا للقرار ده ان الدواء السبب، غالبا واضح من اللي عملوه ان هم اكسكلود ايفري سينج ايلس، يعني كل الاسباب بتاعت التهاب الكبد قالوا لا مش هي، فما فضلناش الا الثايرويد ميديكيشن. بعد ما وقفتهم تاني مره ادوها بقى ايه، ودي النقطه حلوه، هتدي ايه بقى للناس دي العيانين اللي زيها ما قدروش ياخدوا الدواء الاساسي اللي احنا بندي ليفوثايروكسين؟ لا، ممكن ندي حاجه، ندي تي 3 بدل تي 4، ندي تي 3 اللي هو تراي ايودو سايرونين، هو حطها عليه 35 مايكرو جرام او حطوها عليه يوميا وشافوا لها التحاليل. وبعد 6 شهور ماشيه كويس قوي على الدواء والكبد بتاعها كويس والانزيمات كويسه. يعني اعتقد انها حاله جميله رغم انها نادره ان نبقى عارفين، لان ممكن العيان يفقد الكبد بتاعه لو كانوا استمروا على الدواء واوحوا ان هم عمرهم ما سمعوا عن حاجه زي كده كان العيان ده. لكن طلع فيه شويه كيس بروبورتس ابارنتلي قليله، هم يعني ما اعتقدش، ما شفتش ان هم ذكروا قد ايه، يعني هل هي واحد، انا غالبا يعني واحد في العشر تلاف ولا بتاع. المهم نبقى فاكرين ان الدواء ده ممكن يعمل كده، واي دواء بيني وبينكم نادرا ما هيعمل حاجه زي دي، بس ايه الواحد يبقى حريص. فأي دواء لو حصلت الأعراض اللي قالتها دي، إن في ألم في أعلى البطن وإحساس بترجيع وملهاش نفس تاكل وفتيج وتعب إرهاق وممكن البول يتغير لونه أو لون الجلد بتاعها، يعني يكون في جوندس، يبقى دي حالة هيباتيتس، وأدور على الدواء ووقفه وقال العيان هيفقد الكبد بتاعه. تمام، هل شوف كده برضك ظريفه، بص الكلام اللي كتبه الناس كويسه، بيقول لك ان التهاب الكبد ده اللي بيحصل 100,000 دواء او اكتر ممكن يعملوه، خلاص يعني غالبا اي دواء ممكن يعمل هيباتيتس ده، نادر. في بعض الادويه طبعا مشهوره وبيحصل بنسبه عاليه، لكن معظم الادويه هيبقى نادر انها تحصل، بس انت تاخد بالك جات لك الاعراض دي بيشنت عنده هيباتيتس، وقف الدواء كويكلي، هتجد ان الكبد غالبا هيتصلح والانزيمات تنزل والاعراض تروح، ويعتبر هذا الدواء عمل لها اوتوميون هيباتيتس او التهاب الكبد نتيجه الايه الدواء. Thank you very much. نقول again levothyroxine induced liver injury. تاريخها 2019.